معنا هاتفيا من اسطنبول صلاح الدين العواودان مختص بالشأن الفلسطيني. مرحبا بك. إذا بعد مرور 5 سنين على عملية العصف المأكول، كيف غيرت هذه العملية في رؤى الاحتلال لشكل الصراع؟ لم أسمع السؤال. كيف غيرت عملية العصف المأكول شكل الصراع بين قوى الاحتلال والمقاومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه بعد أن سكتت نيران المدافع بعد حرب العصف المأكول، بدأ الاحتلال يعيد حساباته مجددا بشأن هذا النوع من الصراع، وتبدى ذلك في عدة خطوات حصلت، منها أولا رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت قد كتب النظرية الأمنية الإسرائيلية مجددا، وهو ما لم يحصل في العقود الماضية. والخطوة الثانية كانت أن قائد سلاح الجو السابق وضع نظرية جديدة للتعامل مع الفلسطينيين أسماها نظرية الدفاع بدل نظرية الهجوم. الحرب الأخيرة لأنها استمرت لفترة طويلة غيرت كثير من قواعد النظرية الأمنية الإسرائيلية التي كانت تعتمد الحرب الخاطفة والحسم السريع مع العدو، حيث استمرت الحرب أكثر من 50 يوما. كذلك غيرت جزئية تتعلق بالعمق الإسرائيلي أو ما يسمى الجبهة الداخلية، التي كانت يجب أن تكون بعيدة عن مجريات الحرب حسب التقديرات الإسرائيلية وحسب النظرية الأمنية الصهيونية، ولكن في هذه الحرب دخل العمق الإسرائيلي كله، كل الأراضي المحتلة الفلسطينية دخلت الحرب باعتبار أن الصواريخ وصلت إلى كل نقطة تقريبا في فلسطين المحتلة. وبالتالي بدأ الاحتلال يعيد حساباته في التعامل مع أعدائه وفقا لنتائج هذه الحرب. إحدى التقارير تحدثت عن أو أحد التقارير تحدث عن أن أي حرب قادمة سيكون هناك عشرات الآلاف من الصواريخ على التجمعات السكنية، ولن يكون بمقدور الدولة مواجهة هذه الصواريخ بالدفاعات، ولن يكون بإمكان الجبهة الداخلية توفير الطعام والدواء للسكان. كل في مكانه دون أن يعرض. طيب سيد صلاح الدين، في تحليلات صهيونية في ذكرى العصف المأكول قال أحد المحللين أن التعامل مع المقاومة انحصر في 3 مشروعات أو مخططات: الأول تدمير البنية العسكرية المقاومة، أو تقليب الداخل على المقاومة، أو التفاوض. أي هذه المشروعات أو المخططات أيها أقرب في ظل الظروف الراهنة؟ والذي سار عليه العدو منذ العصف المأكول كان الجولات المتقاربة من الصراع، أو ما سماه أيزنكوت المعركة ما بين الحروب. ولكن أيضا هذه الطريقة من الجولات لم تنجح مع العدو، وبالتالي لجأ إلى المفاوضات وإلى الوصول إلى ترتيبات سياسية مع المقاومة في قطاع غزة توفر له فترات طويلة من الهدوء، وهو ما يتم الآن. ولكن أيضا يصطدم العدو في مشكلة داخلية هي سياسة داخلية أكثر منها أي سبب آخر، تتعلق بعدم قدرته على تمرير أي نوع من التسوية مع قطاع غزة. أي تسوية ستعتبر خضوع للمقاومة، وهذا يصعب تسويقه خصوصا في ظل وضع سياسي مضطرب وعدم قدرة على تشكيل حكومة في الجانب الآخر. فلو كانت مثلا حكومة نتنياهو حكومة مستقرة، ربما شهدنا تهدئة أطول مدى وأكثر عمقا وأكثر ثباتا. ولكن نعرف بأن نهاية العام 2018 كانت بسقوط الحكومة عقب اتفاق تهدئة حصل مع قطاع غزة واستقالة الوزير الدفاع وانسحاب حزبه من الحكومة، وهو ما أدى إلى انتخابات مبكرة. وحتى هذه الانتخابات المبكرة لم تستطع إنتاج حكومة جديدة، مما اضطرهم إلى تقرير إعادة الانتخابات مع نهاية هذا العام. صلاح الدين، لكن الاحتلال لم يتوقف منذ العصر المأكول عن الانتهاكات، يعني ما الذي يجعل الاحتلال يتمادى في انتهاكاته
وهل أفلت من العقاب كما ذكر المرصد الأورو المتوسطي؟ وإذا تحدثنا عن العقاب الدولي أو العقاب من الخارج، بالتأكيد الاحتلال إلى حد ما أفلت من العقوبة، رغم أن هناك تقارير من مجلس حقوق الإنسان الدولي مثلا في أكثر من حرب قرر قرارات ضد إسرائيل، إلا أن المنظومة الدولية ما زالت يعني مخلعة الأنياب ولا تستطيع أن تحاسب إسرائيل، وهذا لأسباب خارجية وليس متعلقا بالمقاومة. لكن استمرار الاحتلال في الانتهاكات واستمرار التصعيد واستمرار الأحداث هو بالدرجة الأولى لأسباب داخلية إسرائيلية لعدم قدرة الحكومة، حكومة الاحتلال، على الالتزام باتفاق بعيد المدى وفعلا يخفف الحصار عن قطاع غزة. من جهة أخرى الأوضاع العربية تشجع الاحتلال على عدم الالتزام، والغطاء الكامل الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للاحتلال أيضا لا يشجع الاحتلال على المضي إلى تنازلات حقيقية وفترة هدوء أو ترتيبات حقيقية تضمن الهدوء على جبهة قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من اسطنبول صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني.